نكمل برضو، خلينا نروح لناقدنا واستاذنا الكبير الاستاذ حامد عز الدين، برضو نعرف رايه فيما يحدث. استاذ حامد، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا اهلا يا كابتن اسلام، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. راي حضرتك فيما حدث اليوم؟ انا الحقيقه ايه، انا لست من هواة المداخلات، ولست من هواة ان انا ادخل والنادي الاهلي كسبان كعادته ومنتصر كعادته نعم. ومزدهر كعادته، لكن انا وجدت ضروري ان انا اليوم نعمل المداخله دي. تنور يا فندم. وانا قدامي مجموعه كلهم من كبار نجوم الاهلي اللي عرقوا في فانيله الاهلي، لكن النقطه اللي انتوا اقتربتوا منها قليلا ثم ابتعدتوا عنها كثيرا هي هل الحاله البدنيه، انا هتكلم بعدين عن النفسيه، لكن الحاله البدنيه للاعبي النادي الاهلي وهم في مباراه اليوم بعد ما طلعوا من الملعب من ماتش الاتحاد على اساس يروحوا بيوتهم وبعدين يرجعوا يركبوا طياره 10 11 11 12 ساعه عشان يوصلوا لافريقيا، وبعدين بعد اقل من 48 ساعه يلعبوا مباراه مهمه جدا في دور الثمانيه لبطوله رابطه الابطال الافريقيه، ده ما كانش واضح على اللاعبين. يعني انا اقصد ان اقول ان كان الكابتن اسلام الشاطر او الكابتن عادل عبد الرحمن او الكابتن احمد بلال او الكابتن اسامه حسني في هذه الظروف التي وضع فيها النادي الاهلي رغما عنه في ظل تعنت غير مسبوق من جانب الاتحاد المصري لكره القدم اللي مش عايز يصدق انه الاهلي وهو الممثل الوحيد لمصر في بطولة رابطة الأبطال الأفريقية وهي البطولة المرموقة الأولى يستحق من الاتحاد المصري لكرة القدم أن يقف إلى جواره إن هو يساعده زي ما حصل قبل كده في سنوات كتيرة، ولا اللعيبة دي تلعب كل 3 أيام فتظهر اليوم وأنهم وكأنهم مرضى في الملعب. هم فرقة سان داونز على فكرة أنا أعتقد أنهم جم في وقت بقوا بيلعبوا بنص طاقتهم البدنية وبنص سرعتهم، لأنه لعيبة الأهلي ما كانتش قادرة تجاري. هل هذا الموضوع هو نقص في الروح أو نقص في العزيمة أو نقص في الإصرار؟ لا، ما هو أنت عشان يبقى عندك عزيمة وعندك روح وعندك نقص في وعندك إصرار تحتاج إلى أن تكون يعني لائقا بدنيا، لائقا صحيا، ان انت تبقى صحيح. انا حسيت ان لعيبه الاهلي كانوا في حاله يعني سيئه جدا وغير مسبوقه. النقطه الثانيه هي الحاله النفسيه، انه الفريق بيلعب، وانا سمعت كابتن اسلام بيقول من اول 20 دقيقه وهم كانوا واعيين. لا، احنا في اول ربع ساعه كان فرقه النادي الاهلي بتلعب، بس القضيه بعد كده على قوه التحمل. قوه التحمل دي بتيجي انك انت تبقى مش في عندكم حاجه يا جماعه اسمها الاستشفاء. اقسم بالله العظيم كل لعيب الاهلي كانوا كانهم في حاجه الى استشفاء لم يحصلوا عليه. وبناء عليه نحن يعني طبعا انا كم الحزن اللي عندي كبير جدا، لكن كم العقل لابد ان يغلب. فكم العقل انه هؤلاء اللاعبين تعرضوا لما يشبه الانتقام ربما لانهم المتفوقون من جانب الاتحاد المصري لكره القدم. ولذلك انا اقول انه عظمه الاهلي لا يقلل منها خساره بخمس اهداف. المانيا كسبت البرازيل في البرازيل في كاس العالم وفي دور الثمانيه بسبعه اهداف، والدنيا هو دي كرة القدم. فبناء عليه احنا لابد كإعلام للنادي الأهلي ان احنا نركز شوية. انتوا قربتوا من النقطة وبعدين بعدتوا. طيب خليني بس اسأل حضرتك يا استاذ استاذنا بعد اذن حضرتك، هل ده مبرر للي حصل النهاردة؟ حضرتك يمكن طب خليني بس اتكلم، انا سبت حضرتك تتكلم بعد اذنك، فخليني انا برضو اتكلم. انا حضرتك الامام حضرتك سواء الكابتن عادل او الكابتن اسامة او الكابتن بلال، الثلاثة لعبوا في ظروف أصعب من كده.
وفي بطولات اصعب من كده واتغلبنا قبل كده وكل الامور دي موجوده وكل اللي حضرتك بتقوله ده 100% مظبوط. وبالمناسبه كلام الكابتن عادل والكابتن بلال والكابتن اسامه كان في اطار هذه المواضيع وان هناك بعض النقاط الفنيه التي يمكن ان تحدث، ولكن ان يظهر اللاعبون بهذا الشكل وبقله مش عايز اسميها حاجه تانية ولكن عدم وجود للاصرار التحدي مهما كان يا فندم، في حاجه اسمها ان انا اعرف اقف في مكاني مهما كنت، الحاجات دي ممكن احنا لعبناها وشفناها فنقدر نتكلم فيها وعشان كده بنبقى دايما محروقين شويه. لكن مارتن لاسارتي نفسه اعترف احنا اسفين للجماهير ومش هنتكلم كتير وهنشتغل. فانا مع حضرتك في الكلام ده طبعا 100% وكلامك مظبوط 100%، ولكن يا استاذنا انا وجهه نظري ووجهه نظر محللنا لو في حد برضه عايز يتكلم في هذا الموضوع ما فيش مشكله، لكن في النهايه انا لا اعطي مبرر لاي شيء حدث قدامي في خلال 95 دقيقه انا شفتها. من وجهه نظري انا كاسلام الشاطر ان ما حدث اليوم هو كارثه، ممكن يكون بقى بسبب حاله بدنيه، حاله نفسيه، حاجات كتيره جدا نقدر نتكلم فيها، ولكن يا فندم حتى واحنا في حالتنا البدنية تحت الصفر ما كانش ينفع ان احنا نظهر بهذا الشكل. وجهة نظري يعني. خلصت يا كابتن اسلام؟ يا فندم اتفضل. كلمة حالة بدنية تحت الصفر ان تكون جالسا على الارض لا واقفا على قدمين. نعم. انه لعيب ياخد مكانه ده ما محتاج انه انا ابقى حاسس ان هو قادر ان هو يجري عشان ياخد مكانه. ان لعيب في التحام يطلع فوق يعمل جامبنج فوق محتاج القوة الجسدية الكافية عشان هو يعمل ده. ومرة تانية انا بتكلم الان بتكلم على ما هو واجب اعلام النادي الاهلي. واجب اعلام النادي الاهلي انه انا ما اقطعش في اللعيبة وما اقعدش اقول للعيبة لا يا فندم، لا يا فندم انا اسف، لا انا اسف يا فندم، أنا آسف يا فندم. حتى في سيناريو المباراة الأسود. تمام، أنا آسف يا فندم جدا على، لا ما ينفعش يا فندم إن أنا أطلع أقول إن اللعيبة كويسين وما لا، أنا ما قلتش خالص إن أنا أقول اللعيبة كويسين. لا حضرتك لا. على فكرة على فكرة الإعلام الفرنسي يوم خروج منتخب فرنسا من المباراة الأخيرة في تصفياته للوصول إلى كأس العالم سنة 89 خرج كله يقول هنعمل ايه بعد كده. ما هو احنا لسه فندم الجزء الثاني من الحلقه يا فندم، الجزء الثاني من الحلقه او احنا قلنا يعني الكلام ده حتى مع الكابتن حشيش ان اللي جاي مهم هنعمل ايه وكل ده. ويمكن حضرتك وانت داخل انا كنت بتكلم بقول ان احنا محتاجين جمهورنا خلال الفتره اللي جايه والكلام ده كله، ولكن لازم ان احنا نقول اللي احنا شفناه خلال 95 دقيقه. ال 95 دقيقة دول كانوا صعبين جدا على النادي الاهلي، لاعبين مخطئين، مدير فني مخطئ، قلنا ان احنا ما بنهاجمش اللعيبة وقلنا ان احنا هنقف خلف اللاعبين. يمكن حضرتك ما تابعتش الاستوديو من الاول فيمكن عشان كده، لكن احنا كل الكلام ده بنقوله، ولكن احنا لا نستطيع ان لا نحمل اللاعبين ونحمل الجهاز الفني ما حدث اليوم بدليل. يعني بلاش انا كلامنا احنا كله ما فيهوش مش مظبوط، ولكن أن يخرج مارتن لاسارتي المدير الفني ويقول إن أنا مش هقدر أتكلم أكتر من إن أنا أعتذر للجمهور وأقول هذا الكلام، أعتقد إن ده خير دليل يا فندم. هو ده موقف منه رائع وموقف نبيل، لكن يا كابتن إسلام أنا الآن لست في موقف الضد. أنا لا أنا عارف، أنا بتكلم مع بعض. أنت بتقول لي الناس زعلانة، ما أنا زعلان قد الناس مضروبة في 100. نعم. صحيح. أنا بقول إعلاميا يا كابتن إسلام. تمام يا فندم. إعلاميا وأنا معاك في نفس المركب. أنا معاك في نفس المركب، أنا مش واقف ضدك. لا أنا حاسس. أنا بقول لحضرتك. أنا بقول إنه الإعلام الأهلاوي في فترات الصعوبة هو المطالب ولا أحد غيره. طبعًا. هو إيه؟ إن هو يطبطب على اللعيبة وبعد كده يبقى إيه؟ يبقى يقول الجهاز الفني اخطا واللعيبه اخطات. مفيش وقت يا فندم للطبطبه، الفتره اللي جايه مش محتاجه طبطبه. لا احنا الان محتاجين
يعني ايه نشد من اذر اللعيبه بالظبط كده مش اخر مباراه بالظبط كده قدم ولا حاجه بالظبط. ومره اخرى انا معاك في طبعا يا فندم طبعا بتكلم من براه. بشكرك يا استاذنا ربنا يخليك يا استاذ حامد عز الدين، شكرا جزيلا لاستاذنا الكبير استاذ حامد عز الدين. يعني